بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل. أي دليل تريد أيها القبيح عندما تطلب من رسول الله الدليل؟ From the missing statement that the Messenger صلى الله عليه وسلم, we do not accept his statement except with دليل. That the Messenger صلى الله عليه وسلم himself, we do not accept his statement except with دليل, he claims. And that no doubt, إخوان, that is an indication of his ignorance. بل وقوله بأمر أعظم حين أذن بنشر رسالة فيها التقرير بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل. بل وقوله بأمر أعظم حين أذن بنشر رسالة فيها التقرير بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. This is a question we asked to the noble Sheikh Muhammad Bajamal Al-Hadhrami, who is Imam of Masjid, Masjid Interim, Masjid of Ahl Sunnah. Based on the fact which has come spread throughout the websites and the internet and articles and other than that from the likes of Salafi publications, Minhaj.com and other people, that Dara Hadith and Damaj and Sheikh Yahya and other than them from his students, they say that the statement of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is not to be taken except with a dalil, except with our proof. And this is absurd. And one who has intellect will wonder, where did they get this statement from? And the origination of the statement is based upon an article, a mudhakira, a memoir written by Muhammad Bajamal himself, which was approved by Sheikh Yahya. And they twist the words around to make it seem as if he was saying that the Prophet's statement is not taken except with the evidence. And the question is, what do you say about those who say you do not accept the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam except with a dalil? تفضل. أما مسألة أننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل, هذا ما يصدر إلا من رجل مجنون أو رجل كافر بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أعجب إذ أنهم يعرفون من المتكلم أنه رجل تربى على السنة بغض النظر يعني هل أخطأ في هذه العبارة أو لا. فلو قالوا هذه العبارة خطأ وكان الأولى أن يقول كذا أو أن يقول كذا لكان عندهم شيء من الإنصاف. أما أن يرمون بأننا نقول أن الرسول لا يقبل قوله إلا بدليل, هذا جنون. هذا كيف رجل يقول قال الله قال الله قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام, ما يجوز لنا أن نخالف سنة رسول الله, ويقول يا رسول ما يقبل قولك إلا بدليل؟ هذا جنون. هذا جنون. والذي يرد حديثا واحدا صحيحا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حكم أهل العلم عليه بأنه كافر, فلزاما عليهم أن يكفرونه. أي نعم, إذا كان هكذا. فلما لم يكن هذا القول ظاهرا وصريحا وواضحا فيما ادعوا لم يجزموا بتكفيرنا, لم يجزموا تكفيرنا. ومن العجيب أنهم يحرفون في العبارة. فأنا سمعت سؤالهم للعلامة الفوزان رحمه الله في ما رأيك في رجل يقول كذا ويقول كذا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل, وهذا لم نقله. وإنما كان في مذكرتي أني قلت أما الذي يمنع هذه الملازم والمذكرات بمجرد الرأي من غير حجة ولا برهان فلا يقبل رأيه إلا بدليل, لا يقبل رأيه إلا بدليل. ثم ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إذا حدثتكم عن دينكم فخذوا عني, وإذا حدثتكم من رأيي فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فقلت أنا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أنه يقول في مسائل أمور الدنيا أنتم أعلم, أما إذا حدثتكم عن الدين فخذوه
لأنه إذا حدث عن الدين فهو قول حجة. قلتنا فمن دونه من البشر لا يقبل قوله إلا بدليل، وهو قول الذين يمنعون. هذا ما كلام مفهوم. ثم أقول هذا الذي تربينا عليه على يد علمائنا أمثال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. هذا كلام واضح وكلام صريح، لكن القوم نقول نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم. الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. الله. وأنا قد رددت على هذه العبارة في مقطع صوتي نشر على شبكة العلوم السلفية.